أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على اهتمامه البالغ بالاجتماع الدوري مع الشعبة العامة للمخابز والاستماع إلى مقترحات ومطالب أصحاب المخابز، والتي تتفق مع توجه الوزارة وتهدف في المقام الأول إلى حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين بمنظومة الخبز، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها الارتقاء بجودة رغيف الخبز المنتج للمواطن، والتأكيد على استمرار عمل المخابز البلدية بشكل منتظم ومستقر. وخلال لقائه برئيس الشعبة العامة للمخابز، استعرض الدكتور شريف فاروق مطالب ومقترحات الشعبة العامة للمخابز، والتي تستهدف الحفاظ على كافة أطراف المنظومة بصفتهم مقدمي خدمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية وحصولهم على الخبز بجودة عالية، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه دائما الدولة. وقد تضمنت أهم المطالب والمقترحات التي تقدمت بها الشعبة العامة للمخابز تحسين جودة الدقيق لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات، التأكيد على شركات البطاقات الذكية بتحسين مستوى الخدمات الذكية المقدمة من جانبها، بما يساهم في انتظام عمل المنظومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر. شدد الدكتور شريف فاروق على أن توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف تحقيق النفع لكافة المواطنين المستفيدين وبمشاركة أصحاب كافة المنشآت التموينية.